أما دلوقتي مشاهدينا فهنتعرف على أهم الأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق الأوكازيون الشتوي 2023، وهيكون في رقابة على المحلات المشاركة في الأوكازيون للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة، والتأكد أيضاً من جودة السلع المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها. النهاردة هيتم تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة في المنيا. القافلة هتستمر لمدة يومين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهاردة مطار الغردقة الدولي هينفذ فعاليات تجربة الطوارئ متسعة النطاق لعام 2023. التجربة دي هدفها تدريب العاملين على مواجهة الطوارئ ضمن القواعد العالمية المنظمة للطيران المدني. النهاردة فريق نادي الزمالك هيلتقي فاركو الساعة 5 في استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.